السلام عليكم ورحمة الله. وصلنا المرة الماضية في أنواع الداتا الطبية عند الـ Patient Level Administrative Data، وحكينا أنه هاي في عليها أمثلة كثيرة، كلها معلومات عن المريض ولكن لأغراض إدارية وليست طبية، لكن كمان بتعامل معها الـ Health Information System. في عندنا أربع أنواع من أنواع الـ Patient Level Administrative Data. الأول اللي هو الـ Insurance Information، وهي معلومات التأمين. كل شخص، كل مريض عنده تأمين مختلف عن الثاني. فال what insurance the currently patient holds، what insurance currently patient holds، يعني شو التأمين الحالي مع المريض، هذا التأمين شو نوعه، لأي شركة تابع، شو الأشياء اللي بغطيها، what services are covered، شو الأشياء اللي بتتغطى شو الأشياء اللي ما بتتغطى، عشان إذا في إشي مش مغطى بالتأمين فساعتها بدك تحاسب المريض على كل إشي، لكن إذا في شيء مغطى لأي نسبة مغطى. وزي ما حكينا إنه الكوبايز هو النسبة اللي بتحملها المريض على كل الأحوال، يعني حتى لو كان عنده تأمين بيكون في نسبة معينة بتحملها المريض، هاي بنسميها كوبايز. الأكاونتينج بيلينج انفورميشن اللي هي التشارجز بشكل عام قبل التأمين وقبل أي خصم، شو هي التكاليف اللي بتتبع للأشياء اللي يعملها المريض في هذا المستشفى. الليجال، وهذا مهم جدا، معلومات قانونية بتخص المريض. الأولى اللي هي الكونسنت تو تريت، الكونسنت تو تريت اللي هي الموافقة على العلاج، وهي بتكون موجودة خصوصا في العيادات الخاصة. بيدخل الواحد بأول إشي قبل ما بيسألوه عن أي شيء، بعطوه فورم، نموذج معين، وبيوقع عليه إنه هو موافق إنه يتعالج في هاي العيادة. كونسنت اللي هي منح الموافقة على تلقي العلاج في هاي العيادة، لكن بعد هيك بده يتحمل مسؤولية هاي الموافقة. وفي عنا الـ Notice of Privacy Practices for HIPAA اللي هي الخصوصية، المعلومات أو الضمانات اللي بتقدمها العيادة للمريض لحفظ خصوصيته. طبعا HIPAA لها قصة، هاي HIPAA اللي هي Health Information Privacy Assurance Act، وهذا نظام حماية خصوصية المعلومات الطبية الأمريكي. احنا في عنا بالأردن طبعا قانون مشابه له، يعني يمكن مش اسمه هبة بس هو في عنا بالأردن نفس الشيء، بس هم عندهم هذا هبة مشهور كثير جدا في أمريكا، وزي ما حكينا لأنه المؤلف أمريكي بحكي عن النظام في أمريكا، لكن موجود عنا نفس الشيء. دائما في أي عيادة ضروري جدا أنه هاي العيادة تضمن خصوصية المريض وعدم تسرب معلوماته، مع أنه بيستخدموا بعض المعلومات الطبية لأغراض بحثية، وهذا يعتبر نوع من أنواع التسريب لكن القانوني. بعد شوي راح نعرف كيف بيصير قانوني. والادميشن ديسشارج ترانسفير ستاتس اللي هي لما المريض بدخل على المستشفى، لما المريض بدخل بيكون في القبول، هو ادميشن يعني ده لو مريض معين راح على العيادة معينة أو على الاي ار، عادة الامرجنسي روم، غرفة الطوارئ، وفحصوا ولقيوا أنه حالته بتستدعي الدخول، إدخال المستشفى يعني، يأخذ سرير في غرفة، هذا اسمه ادميشن. أما الديسشارج فهو عكسه تماما، بعد عدة أيام مثلا ممكن الحالة الطبية للمريض تستدعي أنه يخرج فبيكتبوا له ديسشارج. هذول معلومات طبية. كيف يعني معلومات طبية؟ بعد شوي في سلايد خاصة عنهم تحكي شو هي المعلومات اللي بنحتاجها احنا في الادميشن وفي الديسشارج. والترانسفير ستاتس اللي هي النقل من عيادة إلى عيادة أخرى. نيجي للكلينيكال داتا. هون احنا قربنا كثير من المعلومات الطبية، كلينيكال داتا يعني معلومات طبية، بس هاي في إلها أنواع فرعية. النوع الفرعي الأول اللي هو ديسكريت نيوميريك داتا، وديسكريت يعني إشي بأخذ رقم، أي شيء بأخذ رقم، عكس اللي بعد شوية راح نأخذه الكومبلكس، ما بأخذ رقم. إذا في أي قيمة، إذا في أي متغير بأخذ رقم معين بسميها ديسكريت. وطبعا في هذا النوع اللي هو رقمه A بيكون قيمة، وهاي القيمة رقمية. زي إيش مثلا؟ زي الفيتال ساينز. الفيتال ساينز هي العلامات الحيوية، هاي اللي بياخدها المساعد، مساعد الطبيب قبل المريض ما بيشوف الطبيب، بيشوف مساعد طبي، هذا المساعد الطبي بياخد وزنه وبياخد ضغط الدم والحرارة وممكن الأكسجين، ممكن البلبز اللي هي عدد نبضات الدم وزي هيك. فهدول الأشياء كلها بسموها vital signs، يعني العلامات الحيوية. زائد طبعا في كثير من الفحوصات الطبية بتاخد أرقام زي blood count أو أي، أو فحص السكري مثلا، هاي كلها بتاخد أرقام. فأي قيمة طبية بتاخد رقم ثابت محدود معروف discrete، هاي بنسميه discrete numeric data.
لكن بعض الأشياء الثانية ما بتأخذ قيمة محددة، بتكون كومبلكس أكثر تعقيدا شوي، بس نون ناريتيف. بنسميها كومبلكس لأنها عكس الديسكريت، ما بتأخذ قيم ثابتة واضحة، وبنسميها نون ناريتيف مقارنة مع النوع اللي بعدها لسه ما حكينا عنه إنه ما فيها تفاصيل كلامية وكتابية كثيرة. كيف يعني؟ أعطيك مثال واحد راح تفهم كيف يعني. صور الأشعة مثلا، هاي بنسميها كومبلكس لأنها مش قيم ثابتة، ما بتأخذ رقم معين، بس كمان نون ناريتيف ما فيها كلام تكست، هي عبارة عن صورة زي الإكس راي، صورة الأشعة الإكس، أو الإم آر آي اللي هي كمان صورة أشعة، أو حتى الألترا ساوند اللي هو الألترا ساوند اللي بيشوف فيه أجزاء الجسم، هي كمان بتعطيك صور، كلها بتعطيك صور، وبالتالي هي كومبلكس مش قيم، لكن نون ناريتيف يعني ما فيها تفاصيل كتابية كثيرة. اللي بعديها الأوردرز والفلفلمنت. الأوردرز هي مهمة جدا يا جماعة، راح تمر معنا كثير. الأوردرز هو عبارة عن طلب بيطلع من عند الطبيب بأكثر من اتجاه، في نوع منه بيطلع باتجاه الفارماسي وبطلب دواء معين لمريض معين، اللي هي البريسكريبشن يعني الوصفة الطبية بس الإلكترونية. كيف يعني؟ يعني الطبيب بيكتب لهذا المريض، بيكتب له دواء معين، بيحكي له بدون ما بيعطيه روشتة ولا إشي، بيحكي له يروح لعند الصيدلية، فبيروح هو على الصيدلية بيلاقي دواء جاهز، اللي هي الميديكيشنز، سواء للاوت بيشنت او الان بيشنت. والفرق بين الاوت بيشنت والان بيشنت، اللي هو الان بيشنت المريض الداخل، ساعتها الممرض هو اللي بياخذ الدواء بيودي له اياه بوقته، او الاوت بيشنت اللي هو جاي على عياده ومروح، مش نايم في المستشفى، وبالتالي بيروح على الصيدليه بياخذ دواء وبيطلع باكله لحاله. او ممكن يطلع اوردر من الطبيب للراديولوجي. بعض التشخيص بتحتاج مختبر تصوير اشعه، فبالتالي راح يبعت الطبيب اوردر للراديولوجي وبيحكي لهم انه صوروا لي الصوره الفلانيه، بعطيهم اسم الصوره، فهو بيروح المريض على المختبر وبيدخل بيصورها، بعطيهم بس رقمه الام ار ان اللي حكينا عنه في اول محاضره اللي هو الميديكال ريكورد نمبر. او ممكن يطلع اوردر من الطبيب باتجاه اللابوراتوري اللي هو اللاب احنا بنسميه، يعني المختبر، فاذا احتاج الطبيب انه يخلي المريض يفحص فحوصات دم معينه مثل السكري وهي الاشياء اللي بدها سحب عين الدم، فبيبعث له طلب باتجاه اللاب وبيروح المريض هناك يسحب دم. او الكونسلتيشنز، يعني هاي الكونسلتيشن كمان طلب بيطلع من الطبيب باتجاه طبيب ثاني اكبر خبره منه. بعض الاحيان الطبيب وبتسمعوا في كلمه طبيب استشاري، كيف يعني طبيب استشاري؟ هذا الطبيب الاستشاري بيكون طبيب في عنده خبرة كبيرة جدا في الطب، بتلاقيه ما بيشوف كثير مرضى، ولكن بيرجعوا له الأطباء العاديين باستشارات. فلو طبيب عادي بسموه طبيب مقيم، هذا الطبيب دخل عنده مريض، معظم المرضى بيدخلوا في أعراض مشابهة، وبيكون سهل على الطبيب أنه يعالجهم ويعطيهم تشخيص. لكن بعض الحالات تيجي غريبة، فحوصاتهم صعبة، ممكن خطيرة، ممكن ما تكون صعبة عليه ولكن خطيرة، فبيحتاج انه يستشير طبيب استشاري. فهون بيطلع اوردر، كمان مره بيطلع اوردر يعني طلب من الطبيب العادي للطبيب الاستشاري، بيسالوا فيه اسئله او اذر في اشياء ثانيه. ممكن يبعت طلب مثلا للدايتري اللي هي عياده التغذيه او الى اخره. والفلفلمنت اللي هو الرد على الاوردر، يعني الفارماسي ممكن يردوا على الطبيب رد على الاوردر اللي وداه الطبيب انه اعطيناه الدواء، او اعطيناه الدواء كامل بس في دواء معين مش موجود، في بديل، نعطيه البديل ولا لا. او ممكن يرجع فلفلمنت من المختبر الراديولوجي للاوردر، رد على الاوردر انه انت حكيت لنا صوروه صوره فلانيه، هاي هي الصوره. او اللابوراتوري ممكن يرجعوا له بالفلفلمنت نتائج العلاجات، نتائج عفوا الفحوصات. او الكونسلتيشنز، طبعا هو بالكونسلتيشن اصلا بعث سؤال، فالفلفلمنت هون بيكون جواب من الكونسلتنت، من الاستشاري، الطبيب الاستشاري الى الطبيب اللي ودى الاوردر بالاساس. فاذا الاوردر هو الطلب بيطلع من الطبيب، والفلفلمنت هو الرد اللي بيرجع بناء على هذا الطلب اللي طلع. نرجع لموضوع حكيت لكم قبل شوي انه راح نرجع عليه، اللي هي شو المعلومات الطبيه في حال دخول المريض. خليني ارجع لها شوي. هون حكينا انه بعض المعلومات اللي هي الـ Patient Level Administrative Data نوعها،
ادمشن. طب كيف الادمشن صارت معلومات؟ يعني ان احنا كمبرمجين شو يعني دخول المريض؟ احنا بالنسبه لنا دخول المريض هو عباره عن فورم، الطبيب يدخل يكبس كبسه يحكي انه هذا المريض بدي ادخله، فبيطلع له فورم. انت يا مبرمج بدك تطلع له فورم، وهذا الفورم لازم يساله عن البيانات اللي قدامنا. اولا لازم يسمح الفورم اللي احنا كمبرمجين بدنا نعمله، لازم يسمح للطبيب اللي قرر انه يدخل المريض انه يدخله لاي قسم ادمشن تو. فالطبيب بيكون عنده اقسام مستشفى، بتطلع له انت كمبرمج اقسام مستشفى وبتحكي والله انا بدي ادخله على مثلا على الجهاز الهضمي او على كذا، تختار شو القسم اللي انت بدك تدخله عليه. دايجنوسيس، طب شو التشخيص اللي خلاك تعتقد انه بده دخول؟ فالطبيب بيدخل التشخيص عشان لما المريض بيروح يدخل على قسم الجهاز الهضمي مثلا، الطبيب اللي هناك بيفتح شاشة المريض على نفس الميديكال ريكورد نمبر، على نفس رقم المريض، فبيلاقي انه الطبيب اللي قرر يدخله من العيادة كتب انه تشخيصه 1 2 3. شو الكونديشن، شو حالته، شو الفيتال ساينز اللي حكينا عنهم قبل شوي، شو كانت درجة حرارته، شو ضغطه، شو وزنه، شو الاليرجيز، وهي مهمة جدا، الاليرجيز اللي هي التحسس. في بعض الناس عندهم تحسس من أشياء معينة، من دواء معين، في بعض ناس شفتهم عندهم تحسس من الفطر، من الماشروم اللي هو الفطر، بوكل فطر بتلاقي وجهه كله بتنفخ وبيروح يدخل المستشفى بين ما ياخذ إبرة تحسس. أو في ناس يتحسسوا من دواء معين، في ناس تحسسوا من الحليب العادي اللي نشربه بتحسسوا منه، فبالتالي بيروح ياخذوا حليب خاص خالي من مادة لاكتوز أو واتيفر. المهم إنه التحسس هو بعض الناس يعني جسمهم ما بيناسبهم انه ياكلوا اشياء او يشربوا اشياء عاديه، بعض الناس الثانيين عادي باخذوها، لكن هو عنده تحسس. احنا بيهمنا هون كمان تحسس من الادويه، في بعض الناس عندهم تحسس من نوع من الادويه، من الخطير جدا انه نعطيهم اياه، وبالتالي لما يجي المريض يقرر، لما يجي الطبيب يقرر انه يدخل المريض على المستشفى لازم يكون عارف شو كل الاشياء اللي بتحسس منها المريض عشان ما يعطوه هاي الاشياء، لانه المريض مش كل الوقت راح يكون جاهز انه يجاوب، في بعض الاحيان ما راح يكون جاهز، خصوصا بالامرجنسي روم مثلا في غرفه الطوارئ. الاكتيفيتي، كيف نشاطه العام؟ والله نشاطه العام مش قادر يتحرك، او ممكن يتحرك لكن بصعوبه، يفضل انه ما بتحركش. الدايت، انه دائما لما يدخل مريض على مستشفى بيكون معروف شو الاشياء اللي مسموح له ياكلها، شو اللي ممنوع ياكلها، فلو في شيء بضره ما بيعطوه نفس الشيء. بتلاقي مريضين داخلين في نفس القسم كل واحد بيجيبوا له وجبه شكل، ليش؟ لانه هذا مثلا معه سكري ما بيناسبه ياكل مثلا شيء معين، هذاك لا. الاي في فلويد، نسبه السوائل في جسمه ما بتمناش، بس انه الميديكيشنز، شو الادويه اللي ماشي عليها، واللابوراتوري اللي هو شو الفحوصات، شو نتائج الفحوصات تاعته. اما بالنسبه للكلينيكال داتا اللي كنا نحكي عنها اصلا، النوع الأخير الرابع فيها اللي هو الناريتيف داتا. الناريتيف داتا اللي هي احنا قبل شوي كنا نحكي نون ناريتيف داتا، يعني ما فيها تفاصيل، وين راحت هاي نون ناريتيف، يعني ما فيها تفاصيل. الناريتيف اللي هي فيها تفاصيل واللي هي راح أوقف عندها في هذا الفيديو، أشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي، يعطيكم العافية.